هاي احلى بقالة سويناها. يلا شبكة جمعتي. ما شاء الله مليانة. هنا رايحين السوبر ماركت نجيب اغراض البقالة. يلا يوم العيد بيجي 10 ايام. صح عيد 10 ايام. يلا خلينا نجيب عصير حق البقالة. يا شباب تبيع اليوم شفا وين في الشارع. يلا خلينا نكتب شيبس شفا. اوكي خلينا نجيبها. ميزانية تشمية يعني تشتري قد الميزانية. يا هني بها عشان يجيبون لك المحبة عشان كثر الميزانية. يلا يلا نحاول بعد شوي تنوع يعني. ها كله كم بيطلع لكم؟ 100. لا لا المستشفى كله بس 100. طيبي شايف تسعكيت هذا ابو جديد اشتري 5. اوكي عم بدي اتفحم زين شو بعد نجيب؟ هذا يلا بنجيب عدة انواع. شو بقول؟ زين شكرا. اوه حلو. يلا يلا حلو. يلا يلفتي هذا وهذا وهذا وهذا. يلا اوكي والله شكرا. يلا اتوقع خلاص يكفي ميزانية. اشتريت هذا بعد. يلا خلاص اتوقع يكفي. طلعت 500 نقدر نروح محل ثاني نشتري اشياء ثانيه. ثاني 50 يعني 40 ثانيه بنصرفها في محل ثاني. اوكي يلا نشتري هالحليب فراوله نشتري هذا الماي نشتري برينجل. يلا كم كل شيء هذا. خلصنا الميزانية. يلا جبنا الأشياء جهزنا الطاولة الكاشيرة. هاي أول مرة شفا تبيع بحياتها يعني برا. يلا عشان تتربح أكثر وبنشوف كم تربحين. يلا جهزي رتبي الأشياء. ما شاء الله يلا صفصفيهم. يلا نجيب كم حبة فوق. أنا ما في مكان. مفيد بين حلو والله كله حقيقي. كله بقال دكان أو بقالة حقيقية. صارت مصاري رهيبة مع تركيبة صار 100 روعة. الله يلا ما شاء الله طالت عبد. بنشوف كم شبكة تربح. تصخت مرة. يلا عاد يلا هي جهزنا البقالة. شو ما توقعت تطلع هالشكل. يلا شباب نجحت. هاي أحلى بقالة سويناها والأغراض كلها قيمتها 100 يعني شباب الدكان حقيقي. انزين يلا بعدين هي في مصاصة عجيبة. اوه ستروك اعطيه حق مش الزباين. يلا خلني يلا نبيع. يلا جهزنا كل شيء. شو يلا الحين. يلا الحين وقت الزباين. يلا خلينا نطلب الزباين لما يجي. نهاية الفيديو بشوف تخسرين ولا تنجحين شباب. يلا انت لازم تتصرفي وتجيب الزباين. يلا شبكة بتنادي الزباين. تعال تعال كل شيء رخيص عندنا. هلا شفا شو تسوي؟ قاعد ابيع. ما شاء الله. متى بطلت الدكان مالك؟ الحين بطلت. اوكي كيف اسعاركم؟ رخيص ما شاء الله. اوكي زين ابي عصير فراوله واحد. اوكي وابي واحد ماي. اوكي فراوله رائعه.
ربي ماي ماي خلاص. وأبي واحد شوكولاتة. أي شوكولاتة؟ أوريو. أوكي. كيك ولا هذا؟ هذا أوريو بسكويت. اصبري بحاسب. أوكي. هاب درهم. أربعة؟ أوكي. أعطني بدون كيس عادي. لا في واحد ثاني بعد بيشتري. شكرا. أول شخص يا اشترى من عندها أعطاني 5. زي الحين كم معاش؟ لقيت 10 و5. هل فلوس لقيت الحين؟ في كم شخص اشتروا بس ما يقدروا يتصوروا؟ أحب البياع. يلا ما شاء الله بعنا وايد. البقالة بتسكر عند غروب الشمس. يلا خلينا نلحق نجيب زباين. مين يبى يشتري؟ يلا شباب بقول لك شيء. بشتري من يلا عشان ادعمها. ف شو تبي؟ ابي صحاب. وهذا تحبه ابو صالح؟ احبه. زين هذا خلي شو تحبي بعد؟ يلا ابا ها يلا ابا ماي. يلا كم الحساب؟ في ناس ثانية بعد يوم؟ يلا يلا في ناس ثانية بعد يوم. يلا في بعد فوز ناس جايين. في ناس ثانيين اشتروا. البقالة قربت تخلص. يلا أغلب طلب باعت. يلا ثانيين ناس يو. يلا هاي الأشياء اللي بقت. زين خلصوا كلها الحين يخلصوها. بقت شوية أشياء ما شاء الله وايد ناس فخلص. يلا أنا آخر واحدة لأن ما كان في وقت حقي. يلا شباب حاسبة يلا حن الدنيا بتغرب شباب. يلا 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 كم حساب شباب؟ 10 اوكي. يلا شوفي عشان ادعم بقالتها. يلا شباب حطيت شاهد. يا شكرا. يلا يلا هاي البواقي الحين غربت الشمس. هاي البواقي ف بنبيع ان شاء الله بكره. اوكي وكان سيفا تجربة حلوة. هاي تحبتها تعلمت بعد اشياء. ويلا خلينا نشيل الاغراض البيت بنحسب كم طلع لك. اوكي يلا بعدين بنحسب كم طلع لك. شفت وصفت حلو زين تعلمت واستفادت. يلا خلينا نشيلها. يلا يلا خلصنا. يلا خلنا نشيل الكاشيرة نلم الأغراض. الحين رجعنا البيت. شافة بدلت وما صار بعنا وين. شافة كم جمعتي؟ ما شاء الله مليانة. جمعت 20. زين جمعت 10. 30. كيف؟
خلاهم كلهم بعد بعد الدراهم 10 5 30 40 50 و60. يعني كان معك 60؟ ايه. ربحت ولا خسرت؟ خسرت. بعدين بكرة هذا البيع. ها بقيت اشياء فان شاء الله بكرة تبيع. بس دراهم ربحت 60 درهم. زين حلو. في دراهم بعد درهم درهمين 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم 6 دراهم 7 دراهم 8 دراهم 9 دراهم 10 دراهم 12 درهم. يعني التوتال صار 72 درهم. لأن ما كان في وقت فما بعلم كل الأشياء. إن شاء الله بكرة بتبيع. يلا الحين ترجع الفلوس. كان حلو بس كان المشكلة أغلب الناس ما يجي يتصوروا. فعادي هم إنه بعنا. بس هكذا في الدنيا. إن شاء الله أشوفكم. مع السلامة. باي. لا تنسوا اللايك وشير سبسكرايب. اضغطوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ضيفوا انستغرامنا. باي. باي. مع السلامة. حبكم. باي.